أبدأ دلوقتي مع تمرين جديد بيقول لي عندي شركة من شركات تقديم خدمة الانترنت اللي هي انترنت سيرفيس بروفايدر، المفروض ان هي عايزة تحجز بلوك من الاي بيز يعادل 1000 ادرس. محتاجين نحسب السبنت ماسك اللي يديني الالف ادرس دول. احنا عارفين ان اي اي بي ادرس بيكون مكون من جزئين، جزء خاص بالنتورك وجزء خاص بالهوست. وطبعا عدد البتات الكلية كان 32 بت، والجزء الخاص بالنتورك بنسميه بريفكس، والجزء الخاص بالهوست بنسميه سافكس. طيب احنا هنعمل ايه؟ هنروح نجيب عدد البت الخاص بالهوست وبعدين نطرحها من 32، هيديني عدد البت الخاص بالنتورك اللي هو يعبر عن السبنت ماسك. فممكن نقول انه عدد الهوست بت بيساوي لوج عدد الهوست اللي موجود عندي اللي هو عيسى اللي كانوا 1000 جهاز، بس بالنسبة للأساس 2. دي بتنكتب كده لوج الألف للأساس 2 كده. والآلة الحاسبة بتاعتك يفترض ان بيكون عليها رمز في أقصى اليمين، هنلاقي مكتوب هنا لوج وجنبه مربع وهنا تحته مربع كده. في المربع ده بنكتب هنا 2 وهنا هنكتب الألفة. الكلام على الآلات الحاسبة الجديدة اللي هي 99 FXL على ما أتذكر، إنما بالنسبة للآلات الحاسبة القديمة فما فيهاش الرمز ده مباشرة. هنجيبها إزاي؟ هقول لكم الأسلوب دلوقتي. يبقى إذن إحنا هنروح نحسب عدد البتات الخاصة بالهوست، إن إحنا بنقول لوج 2000 لوج 1000 للأساس 2 هتديني 9.9 بت، يعني تقريبا تبقى 10 بتس. في نقطة مهمة لازم نخلي بالنا منها، عارفين لو الناتج كان طلع 9.1 محدش يجي يقول لي تقريبا يبقى 9 بت. لا، هنا التقريب بيكون للي فوق. ليه؟ لانه البت اللي موجود عندي يا تاخدها كلها يا ما تاخدهاش. يبقى اللي انا عايز اقوله دلوقت، لو كان ناتج العملية الحسابية في حالة التمرين دوت او اي تمرين تاني مشابه طلع لي 9 وعلامة عشرية اي رقم، يبقى بنزوده لفوق على طول، يعني يبقى 10. 9.1 هيتقرب ل10، 9.2 برضو هيتقرب ل10، 9.9 هيتقرب ل10 ارقام. يبقى احنا دلوقت عارفين ان الاي بي ادرس بتاعي 32 بت، واحنا اوجدنا الجزء الخاص بالسفكس بتاعي او اللي هو بيمثل عدد الهوست كان كام بت؟ كان 10. يعني معنى كده ان الكلي 32 والجزئية بتاعت الهوست جبناها ب10. طيب هنا يكون كام؟ هنطرح 32 ناقص ال10 هتديني 22 بت. يبقى اذا السبنت ماسك اللي موجود عندي هيكون الاي بي ادرس شرطة ونكتب جنبه 22. بالنسبة للناس اللي ما عندهمش الزرار اللي هو لوج كده في الآلة الحاسبة، او اللي عندهم آلات حاسبة قديمة، فاحنا علشان نحسب الرقم ده بنيجي نقول لوج ونكتبين الفا ونقول على ونقول لوج 2. تلاحظوا ان انا ما كتبتش هنا حاجة. الصورة دي بنستخدمها مع الآلات الحاسبة الجديدة والقديمة وبتطلع نفس الناتج، أو إن أنت تستخدم الرمز الأول دوت. نيجي بقى بعد كده لتمرين مهم جدا وممكن يجي في الامتحان. بيقولي إن أنا عندي أورجنايزيشن، عندي شركة، والشركة دي هي عايزة بلوك من العناوين، وبيكون الأدرس الخاص بيه أول أدرس كان 14.24.74.0/24، وإن الشركة دي عايزة يكون عندها 3 سب بلوك، يعني عايزة 3 مجموعات من العناوين بالشكل التالي: إن المجموعة الأولانية يكون فيها 10 عناوين، والمجموعة التانية يكون فيها 60 عنوان، والمجموعة التالتة فيها 120 عنوان. يبقى 10 و60 و120، ومديني السبنت ماسك بتاعي كان 24 بت. طيب احنا عارفين دلوقتي ان هو الاي بي ادرس العام بتاعي هيكون 14.24.74.0/24. يعني ايه سلاش 24؟
يعني معنى كده انت عندك الاي بي ادرس هيكون منه محجوز 24 بت هنا سليم، والثمانية بت دول المحجوزين هيكونوا هم اللي بيعبروا عن الهوست. احنا قلنا ان الاي بي ادرس كان كام؟ 32 بت، منهم 24 خاصين بالنتورك والثمانية دول خاصين بمين؟ بالهوست. طيب يعني معنى كده ان انا عندي كام هوست؟ انا ممكن بالشكل دوت اجيب 2 أس 8 يعني 256 هوست او 256 ادرس. عرفت ان 256 ادرس ازاي؟ لانها 2 أس 8. طب والثمانية جبناها ازاي؟ اللي هي جاية من هنا. يبقى دلوقت المعلومة اللي هو الدهاني اداني الاي بي ادرس والسبنت ماسك، وانا طلحت من السبنت ماسك دوت عدد البت الخاصة بالهوست، وقلت لك انا ممكن اقدر اوفر لك 256 عنوان. انت بقى عايزهم متقسمين ازاي؟ عايزهم 120 لوحدهم و60 لوحدهم و10 لوحدهم. لو جمعتوا المجموعة دي كلها هتلاقي كام؟ 120 و60 تبقى 180 و10 190. طب انا اقدر اوفر لك كام؟ 256. يعني معنى كده ان انا حققت لك اللي انت عايزه. هتيجي تقولي طب بس ده فيه عنوان زيادة، مش مشكلة، المهم ان ما يكونش فيه نقص. طيب المجموعة اللي عندنا مجموعة كام؟ مجموعة 120 وبعدين 60 وبعدين 10. واحنا بنحل التمرين هنبدأ بالكبير وبعدين الصغير وهكذا. يبقى احنا هنا بنيجي نقول ان احنا بنخصص الاي بي ادرس، بنبدأ من اللارجست وبعدين ننتهي بالأصغر. واحدة واحدة بقى كده، هو نفس الأسلوب المستخدم مع التلاتة. نيجي نقول هناخد البلوك الأولاني. البلوك الأولاني كام عنوان؟ 120 عنوان. طيب علشان يبقى عندنا 120 عنوان نستخدم لهم كام بت؟ هنيجي نقول إنه عدد البتات اللي احنا محتاجينها للهوست بيساوي لوج عدد الهوست فعليا للأساس 2. يعني هنقول لوج 120 للأساس 2 اللي هي تنكتب كده لوج 120 على لوج 2 للناس اللي عندهم آلات حاسبة قديمة، هيديني 6.9 بت اللي هي تعادل 7 بتس. يعني عشان يبقى عندك 120 اي بي هتستخدم لهم 7 بت. طيب يبقى إذا السبنت ماسك بتاعك كام؟ السبنت ماسك بتاعي اللي هو الN هيكون 32 بت اللي هي العدد الكلي للبتات في الاي بي ادرس فيرجن 4، ونطرح منها كام؟ ونطرح منها 7، هيديني 25 بت. يبقى اذا دلوقت انا عندي 120 جهاز، علشان اجيب ال 120 جهاز هستخدم لهم 7 بت. طب الاي بي ادرس بتاعي كله 32، اما تاخد من هنا 7 يبقى لك كام؟ هيبقى لك هنا 25. يعني احنا عايزين 25 رقم هيكونوا ثابتين كده، والسبعة بت الاخرانيين دول هنغير فيهم، مرة هنخليهم اصفار علشان نجيب اول اي بي، ومرة نخليهم وحيد. طيب شايفين هنا انا عملت ايه؟ ده الاي بي ادرس بتاعي اللي هو 14 24 74.0. احنا حولناه كده بالديسمال، ده هو عادي زي ما هو، عايزين نحوله من ديسمال لباينري. طيب هل هحول الاي بي ادرس كله؟ لا، ده انت المفروض بس عايز 7 بت هم اللي يهموك، السبعة بت الأخرانيين. يعني معنى كده ان ال 14 دي مش مشكلة عندي، 24 وال 47 كل الأرقام دي مش هيحصل فيها أي تغيير. نيجي لمين؟ للتمانية الباقيين. التمانية الباقيين 0 وبعدين 1 2 3 4 5 6، دي 7. احنا قلنا ان احنا هنغير في كام؟ في السبعة بت الأولانيين بس. السبعة بت دول مرة هنخليهم اصفار كلك، ومرة هنخليهم وحايد. فأول عنوان هيبقى 14 24 47 بوينت، ونخلي طبعا الصفر الأسمر ده ثابت، والسبعة دول هو اللي أنا بغيرهم، فالمجموعة كلها هتطلع كام؟ هتطلع صفر. يبقى إذا أول عنوان هيكون 14 24 47 0/25. طب آخر عنوان السبع أصفار دول هنخليهم سبعة وحايد، سبعة الأحمر هنخليهم سبعة وحايد. يبقى اذا هيبقى 0 وبعدين 7 وحايد. طيب الرقم ده يكون كام؟ خلينا نيجي على الباينري ونقول احنا عايزين 0 وبعدين 1 2 3 4 5 6 7 وحايد. السبع وحايد ده بالديسيمال يعادل 127. يبقى اول عنوان في البلوك ده هيكون كام؟ هيكون 0
وآخر عنوان هيكون 127. نتنقل للجزء اللي بعده. الجزء اللي بعده بيقول لي أنا عندي سب بلوك قيمته 60 عنوان. طيب ال 60 عنوان دول نجيبهم ازاي؟ بنفس الأسلوب، هنيجي نقول لوج 60 للأساس 2 هتديني 5.9، يعني معنى كده إنه هيكون في 6 بت محجوزين. ال 6 بت آسف دول اللي هم هيتغير قيمهم من 6 أصفار ل6 وحايد. طيب الأي بي أدرس بتاعي كام؟ الأي بي أدرس بقى هنا هيبقى 14.24.47. وبعدين هل هنبدأ من نفس العنوان اللي فوق اللي هو 14.24.47.0 ونغير فيه؟ لا، احنا خدنا البلوك الاولاني. بصوا احنا عندنا هنا 3 بلوكات. البلوك الاولاني خلصنا منه، كان اول رقم فيه 0 واخر رقم 127. الاول واحد بقى في المجموعة اللي بعده هيبدأ من 128. يبقى نقول دلوقتي ان الاي بي ادرس اللي هنشتغل عليه هيبقى 14.24.47.128. ال 128 دي بقى نروح نحولها لباينري. لما تحولها لباينري تلاقيها 1 0 وبعدين شوية أرقام. طيب احنا هنغير هنا كام بت؟ الستة بتات الأخرانيين، يبقى هنا هيكون 1 2 3 4 5 6. طبعا حضراتكم شايفين ان انا حاططها اتش، اتش جاية من كلمة هوست. طيب الستة اكس دول او الستة اتش هنخليهم مرة 6 أصفار ومرة 6 وحايد. اما يكونوا 6 أصفار الرقم بتاعي يبقى كام؟ الرقم بتاعي هيبقى 128. لما يكونوا 6 وحايد يعني هيبقى 1 0 1 2 3 4 5 6. الرقم ده لو خدناه وحولناه من باينري 1 0 وبعدين 1 2 3 4 5 6، حولناه من باينري لديسيمال هيبقى 191. يبقى اذا اخر اي بي ادرس او اللاست هيبقى 191. وخلي بالكم هنا 26. ليه؟ لان احنا قلنا ان احنا حاجزين 6 بت للنتورك للهوست وفي 26 بت للنتورك. يبقى اذا دلوقتي البلوك الاولاني كان كام من كام لكام؟ البلوك الاولاني كان من 0 ل 127. طب والتاني؟ التاني هيبقى من 128 لغايه 191. طيب البلوك التالت بقى هيكون قيمته كام؟ البلوك التالت هنبدأ من 192 لغاية بقى ما نشوف. نيجي للثيرد سب بلوك. انت عايز كام عنوان يا عمي؟ عايزين 10. ال 10 دول نجيبهم ازاي؟ هنيجي نقول عدد الهوست بت بيساوي لوج ال 10 للأساس 2. لوج 10 للأساس 2 اللي هي تعادل 3.2. قلت لكم لو كان حتى 1 من 10 بس يبقى المفروض بنقربه لفوق، يبقى تقريبا تبقى 4 بت. طيب يعني معنى كده ان انت عندك 4 بت، تطلع منهم كام هوست؟ 2 اس 4 تطلع 16، بس انا عايز 10، مش مشكلة عندي، مش مشكلة ان يكون في زيادة، لكن الإشكال ان يكون في أقل. يبقى هنا دلوقتي احنا قلنا ان عندنا اي بي ادرس، وقلت لك ان الاي بي ادرس 32 بت، انت قلت لي دلوقتي هحجز كام بت في الهوست؟ هحجز 4. طيب يبقى هنا كام؟ نقول 32 ناقص ال 4 تديني 28 بت في الهوست، في النتورك آسف. يبقى المفروض دلوقتي انه في 28 بت في النتورك هيبقوا ثابتين، والاربعه بت الاخرانيين هيتغير قيمهم من اصفار لوحايد. اهو زي ما انا كاتب كده، شايفين هنا كام؟ 4 اتش. طيب انا ليه بديت هنا ب 192؟ لان انا في التوزيع بتاعي كان 0 ل 127 البلوك الاولاني، وبعدين بديت من 128 ل 191 البلوك الثاني. والاي بي اللي انا هبدا بيه توزيعي هنا هيكون 192. فال 192 دي خدتها وحولتها الباينري، وخدت منها الاربعه الاخرانيين اللي انا عايزهم، ودول اللي انا هغيرهم، والاربعه الاولانيين هيكونوا ثابتين. فنيجي نقول كده كام؟ 1 1 0 0. ونيجي هنا المفروض انه هنا فيه 1 2 3 4. الاربعه دول هنخليهم مره 4 أصفار ومره ثانيه 4 وحايد، ونشوف الرقم المناظر لكل منهم كام. يبقى ده الاي بي ادرس الاولاني وده الاي بي ادرس الاخير. يبقى دلوقت نروح للباينري ونكتب 1 1 0 0، وبعدين هنا هيكون في 4 أصفار، ادي 1 2 3 4، ونشوف الرقم ده هيطلع كام بالديسيمال؟ 192. طب احنا عايزين نقول 1 1 0 0
وبعدين 4 وحايد 1 2 3 4 هيجي هنا كام؟ نحوله لديسيمال هيطلع 207. يبقى اول واحد عندي هيبقى 192 واخر واحد هيبقى كام؟ هيبقى 207. طيب كده احنا حققنا اللي احنا عايزينه، بس في نقطه بس عايز الاحظها. لو حضراتكم شفتوا انه الاولاني احنا كنا واخدين لو جمعنا الاي بيهات اللي موجوده عندي اللي هو الرينج ده كله من 0 ل 127 يعني هيطلع 128، دول 128، وبعدين المجموعه الثانيه هتطلع تقريبا 64 تقريبا، والثانيه 16. لما تجمعوا دول كلهم هيطلعوا 208. ال 208 ديت العدد بتاعها شايفين هنا بيقول لو احنا جمعنا كل الاي بيهات اللي موجوده عندي فمعنى كده ان الناتج هيطلع 208. بس استنى، ده انا كنت عايز 120 وكنت عايز كمان 60 وعايز 10، يعني هنا 208 وهنا دول 190. مفيش مشكله، يعني انا كنت عايز 208 ادرس، انت اديتني، انا كنت عايز 190 انت اديتني 208. هل في هنا مشكله؟ لا. الاشكال يحصل لو كان عدد الاي بي هات اللي انت هتديهاني اقل من العدد المطلوب. طبعا ده تمرين واضح ان هو مهم ممكن يجي في الاختبارات، فخلي بالكم منه. نيجي بقى لمواضيع